اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم. ان شاء الله النهارده هنعمل جوله مع بعض في سوق السمك في السويس. ان شاء الله الجوله تعجبكم. طبعا انا دلوقتي موجوده في محل البلدوزر. ان شاء الله محل الاسماك يعجبكم، فيه تشكيله جميله قوي من الاسماك ان شاء الله كلها تنول اعجابكم. وان عجبكم الفيديو بقى تنسوني في اللايك الجميل والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي الجوله مع بعض. ان شاء الله تبارك الله. صباح الفل، صباح الورد. النهارده ان شاء الله البهار الوسط ده حاجه جميله قوي، بتاعه السنار حاجه صاحيه حبيب. ابو دي الهلاله ما تنساهوش ان شاء الله. بياض النهارده حاجه، صلاه النبي صلاه النبي. عندنا الكشري الحمور حلوه برده، حاجه صاحيه وحاجه بتاع السنار. تونه حلوه اهي ان شاء الله. كله سمك جميل النهارده. بوري الكنال وصل، البوري الكنال اللي الحباية كيلو، كيلو ونص واتنين كيلو زي ما انت عايز. صلاة النبي. الاخضر الجوابي بتاع بورسعيد حلو، انت مزقلط. وادي الوسط ده كبير، جمبري حلو جميل النهارده. ابو ديل ازرق سويسي الابيض، ابو ديل ازرق ده وار صغير سويسي، ده الوار السويسي يا جماعة مش تبقوا عارفين. وده دريني على شعور، يعني تشكيلة حلوة برضه. وادي المكرونة السويسي او الحارق زي ما بيقولوا السويسة، وادي الصرع او مورجان يعني. والصلاة على النبي في انتظار يعني حاجات تانية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا دكتور، ده ال 111 الاصلي ان شاء الله، لسه طالع من الميه اهو، وهم دول اللي موجودين حضرتك. في حاجه زي كده الشريف ده برده حاجه محترمه برده في الاكل، مش هقول حر بس حضرتك ما تحبش الشعور. في قمر برده جميل، القمر ده برده. وعندي فارس، فارس عامله ازاي يا دكتور؟ ان شاء الله لسه طالعه من الميه والله. ده الفارس ده، وده 111، هما الحتتين دول اللي موجودين بس عندي. دي شرفان حضرتك عارفه الشعور، حريت فرهودي، حته الكحله بتاع الكنال. ان شاء الله سمك النهارده. كشري الفوانيس برده حاجه ما شاء الله لسه طالعه من الميه اهي. جيم انش بتاع السنار بياض، حاجات برضو حاجات ما شاء الله النهارده متقلات. كابوريا شعور صغير كشر، والبندوزر اهو بيصبح عليك يا بابا. بسم الله. معايا حته جرم بياض كده ما شاء الله بتاع البحر، حاجه بتاعت السنار كده بنوضبها ان شاء الله تتعمل جنب فليه وجنب جزا. ان شاء الله سمكه لسه صبحه اهي، حاجه بدمها كده الخضار اللي خلقها ما شاء الله. ده عشان اللي حابب يحجز معانا، اذا كان فليه او اذا كان جزل. السمك ده طبعا ليه كذا طريقة. ابتدينا شغل فيها اهو. ان شاء الله تبارك الله. دي اكتر من طريقة بقى، السمك ده يعني ممكن يتعمل صيادية، شوربة حمراء، يتقلي، يتبل ببانيه كده ويتعمل زي البانيه كده بالظبط، وفيجيتار. عمل بقى ما شاء الله صواني، طواجن، قلي، احلى ما فيه ان هو بيتعمل كل حاجه. بالهنا والعافيه على اللي هيحس. الله اكبر ما شاء الله.
ده الجيم اللي انتوا شايفينه من شويه، بس ما شاء الله لحمه ابيض ازاي. وده اللي عايز يحجز معانا ان شاء الله، لسه اللحمه ابيض في وردي ان شاء الله تبارك الله. هي عرض برضو يا جماعه عشان تعرفوا يعني، عشان تفضلوا حبايبنا كده دايما. هنضيع الاسبوع ده بالف هنا وعافيه عليك. طبعا لسه بقيته جاي وبالف هنا وعافيه. حته ناجل اهي عشان حبايبنا برضو يحبوا النواجل، حته صلاه النبي عليها اهي. بس صح يا جماعة السنارة بتاعتها والله موجودة اهي. شايفين؟ شايفين الجلب؟ ان شاء الله عاملة كام دي؟ عاملة 4 كيلو و160. ألف أنا وعافية للأيام.